أهلا بيكم في شرح جديد لريفت. النهاردة هنجاوب على سؤال زيوزا زوز، استفسار لو كان البلان كيرف والسقف كمان كيرف، في الحالة دي ازاي نعمل او نرسم السقف؟ قبل ما نبدأ الفيديو عايز اشكركم على الاشتراك في القناة، وعايز اطلب منكم لو لسه مشتركتوش تدوسوا على السبسكرايب بوتون على زر التسجيل وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بعمله. ده اول حاجة، بان احنا نرسم الوولز اللي في اقصى تقدير، يعني ممكن تبقى فيها دائرية اللي هي الاقواس في اشدتها يعني. وبعد كده بعد ما رسمنا الدائرة ممكن نرسم اوفست للدائرة دي 6 متر مثلا. وعشان لو عايزين نرسم حاجة symmetrical نخش على detail line من annotate detail line ونرسم اللاين ده في النص ونكمل رسم في ال walls. دوس CS بعد ما ندوس على الحيطة علشان shortcut. ندوس TR لو عايزين نربط اي وول بالتانية ونكمل رسم. احنا مثلا عايزين نرسم حاجة زي كده مثلا، بس طبعا عشان نخليها symmetrical هندوس TR نربط الحوائط دي بالميدل لاين. دي كانت فايدته من الاول. بعدها ممكن نمسحه عادي جدا، بس بعد ما نعمل الميرور هنختار كل الوولز دي مع بعض. ممكن نختارها بان احنا ندوس تاب مرة وندوس عليهم بالماوس، وبعدها ميرور بيك اكسس وندوس على الخط. تمام، بعد كده ممكن نمسح الخط ده عادي. دلوقتي احنا عايزين نرسم روف فوق الوولز دي. هنروح على 3D 3D view من فوق على السيمبول بتاعت البيت ده، وهنلاقي الوولز قدامنا. ممكن نعمل لهم select filter walls بس، ونخليهم up to level 2 من على اليسار top constraint. تمام، خلينا ناخد الليفلز الليفل grids دول بعيد شوية عشان نشتغل براحتنا. دلوقتي عايزين نرسم الروف نفسه. ممكن مباشرة نخش على Massing and Site، نفعل Show Mass، أو نروح عند Architecture وندوس على Component Model in Place ونختار Mass، ندوس OK ونسميه مثلا Curve Roof. هنحتاج في البلان في ليفل 1 نرسم بلين ريفرنس بلين من على اليسار. هنرسمه في النص بالظبط مثلا، وهنسميه A. بعد كده ممكن نشتغل كل الشغل من على 3D عادي جدا. نروح على الرايت فيو ونرسم روف لاين واحد يبقى للتو ماسز او للكتلتين اللي احنا عاملينهم دول. مثلا نبدأ بان احنا نستخدم السبلاين مثلا، وقبل ما نبدأ شغل نختار placement plane reference plane A اللي احنا لسه عاملينه. بعدها نبدأ نرسم السبلاين بتاعنا، نرسم اي نوع من انواع الكيرفات اللي احنا عايزينها عادي. انا مثلا عايز المبنى يبقى شكله كده مثلا يعني.
تمام. بعدها هدوس على اللاين ده وانا في ال 3D view واعمل بالشيفت وماوس كليك يمين نافيجيت وادوس كرييت فورم. تمام بقى عندي الروف لاينز، هدوس على خط من الخطين اللي قصاد بعض وادوس دراج واشد الخط ده للاخر من الاتجاه المقابل، نفس الشيء وادوس دراج عشان يغطي الروف كله. دلوقتي قبل ما احول الماس دي روف انا محتاج اعمل حاجه واحده بس، محتاج افرغ الخارج بتاع الوولز، خارج الكتل نفسها. عشان اعمل كده ممكن اعملها في 3D عادي جدا، هروح للتوب فيو وابدوس على كرييت من فوق وابدا ارسم بعد ما اخلي الريفرنس بلين بليسمنت بلين ليفل 2. هبدا ارسم هنا النقطه المهمه، ان ما ينفعش تفرغ بتو لوبس يعني بخط مره واحده. لو عندك كيرفلينيرز غالبا هتفرغ على مرتين، فاحنا ممكن نبدا برسم الخطوط اللي في النص دي عشان تساعدنا، وبعد كده ندوس بيك لاينز من فوق ونختار كيرفاتنا الخارجيه الاوتر وولز الاكستيريور لاينز. تمام بعد كده ممكن نبدا ان احنا نعمل سيلكت للمستطيل نفسه من بره. تمام ونرسم هنا الخط الاخير من النص، عشان دلوقتي هندوس تي ار ونوصل الخطوط دي ببعضها كلها. هنا في الدائرة محتاجين نعمل بيك لاين للنص التاني كمان، نوصل ده بالجزء ده. تمام لما ندوس كده مفروض نشوف كل الخطوط متوصلة ببعضها. دلوقتي ممكن ندوس على create form اللي فوق دي الدروب داون بتاعتها، ندوس void form. تمام وبعد كده بعد ما يطلع الفويد فورم، الفويد فورم ده نيجي عند الجزء السفلي منه وندوس تاب كذا مرة لغاية لما يظهر لنا البلين بتاعه الجزء اللي تحت عشان نعرف نشده لتحت معانا. تمام قبل ما يختفي، احتمال يختفي البوكس ده، فاحنا نعمله سيلكت كله بان احنا ندوس تاب وبعد كده نعمله سيلكت ونروح للتوب فيو. ودلوقتي عشان نختصر شوية وقت هنروح عند ميرور بيك اكسس او ميرور درو اكسس لو انت مش سايب الخط، وهتعمل للسبستراكشن ده ميرور عشان تقص الجهتين مرة واحدة لو الفورم بتاعك سيمتريكال. يعني لو مش سيمتريكال مش مشكلة، انت عرفت دلوقتي ان هيتقص على مرتين. بعد ما نخلص لو ما كانش اتعمل له cut كنت بس هتضطر تدوس على cut هنا وتختار البوكس السبستراكشن بوكس اللي ما تعملوش cut، وبعد كده تدوس على الروف نفسه هيقصهم هما الاتنين من بعض. دلوقتي بما ان هو اتعمل لوحده هيبقى ناقص لنا حاجة واحدة بس، هندوس على finish mask وهنروح عند architecture roof roof by face وهندوس على الماس اللي عملناها وندوس create roof. تمام كده بقى معانا roof، نعرف نوصل الوولز دول للروف ده. هنعمل pick بالتاب مرة على الجزء الأول وبعدها ندوس attach top أو base وندوس على الروف. تاني ماس نفس الكلام، هندوس tab لغاية لما نختار الدائرة كلها attach top أو base. لو عمل مشاكل نجرب مرة تانية. تمام
بعد كده لو عايزين نعمل voids اكتر مثلا في الماس دي هنعمل ايه؟ هنروح على التوب فيو وندوس على الماس نفسها وندوس تاب لغاية لما تظهر لنا كلمة ماس زي ما هي ظاهرة قدامنا في الشاشة دلوقتي وندوس عليها مرتين او ندوس edit in place. تمام كده بقينا في الماس مود تعديل مود تعديل الماس. هنبدأ نكريت الفويدز اللي عايزين نعملها دي. ممكن مثلا نكون عايزين نعمل دائرة هنا ودائرة هنا. طبعا يفضل تختار الريفرنس بلين اللي تشغال عليه ليفل 2، بس بما ان انا ما اخترتش هما بقوا موجودين تحت مش مشكلة. هندوس على الدائرة الاولى ندوس void form ونختار اول واحدة على اليسار نرفع الفويد ده لفوق. تاني واحدة نفس الكلام ندوس على الدائرة void form اللي على اليسار نرفع لفوق. تمام في حاجة غريبة دلوقتي هندوس cut نجرب نقطعه. اوكي ندوس cut من فوق cut geometry وندوس على ال subtraction mass وندوس على الماس اللي احنا عايزين نقطع منها. اوكي هو كده اتقطع بس مش باين عليه يعني الروف نفسه متقطعش. هندوس finish mass وعشان نخلي الروف يبان في الكت اللي عملناه القطع اللي عملناه هندوس على الروف نفسه وهندوس update to face وبكده هو يعمل update على حسب الماس اللي عملناها دلوقتي. اتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا لكم على المشاهدة. مع السلامة.